قدم ظهر اليوم وزير التربية الوطنية وترقية المواطن أحمد محمد غزالي أصيل قدم بيانا صحفيا بمكتبه أعلن فيه الدخول الإداري للمؤسسات التعليمية في كافة الأراضي الوطنية، وذلك ابتداء من يوم غد الجمعة الموافق 15 من سبتمبر 2017. نتابع جزء من بيان الوزير في ميكروفون الزميل محمود موسى الفيل. بكرة يوم 15 سبتمبر 2017 يكون أول يوم الدخول الإداري للسنة الدراسية 2017-2018، يوم 2 أكتوبر 2017 ده يكون يوم دخول الدراسي، كون ده يوم المدرسين والطلبة كلهم يكون في الفصول. ده يوم 2 أكتوبر 2017 وده في كل شهر. وبعد ده قبل كل شيء زي ما لاحظتوا تعرفوا السنة الماضية دي كانت سنة صعبة، عشان كده بالصعوبات اللي واجهناها دي الحمد لله النتائج مرقت مناسبة، الحمد لله كويسة زي ما نقولوا زينة من سنة الفاتت ذاتها. عشان كده داير نشكو المدرسين بعات الإيال الطلبة هم من ذاتها الحكومة كل شاركوا بكون السنة دي ما بقت سنة بيضاء والناس نجحوا فوقها. عشان كده نطلب من الطلبة ومن المدرسين يجتهدوا يبذلوا جهودهم للسنة الجديدة الجاية دي بكون ده أفينير هنا بلدنا، نتهموا بتعليم والتربية هنا أبناء بلدنا أبناء شعب، ونتمنى لهم النجاح والتوفيق. واني هنا في امامهم في قدامهم ووراهم نراقب ونساندوا لكون السنه دي الحمد لله ان شاء الله يكون تكون سنه جيده وتجيب نتائج كويسه. انهت الورشه التدريبيه التي نظمتها وزاره التدريب المهني حول توحيد برامج الكفاءه، والتي لقيت دعما ماليا من برنامج التنميه المحليه والدعم المالي الشامل في جات. انهت هذه الورشه عملها اليوم بمركز التدريب بدرده. التقرير سعيد احمد حسن. بعد اسبوع كامل من التدريب بقريه درده الواقعه على بعد 60 كيلومترا جنوب العاصمه جمينة، تلقى اكثر من 20 مشاركا تدريبا سعت وزاره التدريب المهني من خلاله ايجاد خطه لمحاربه البطاله وتفشيها بشكل متزايد، وذلك تزامنا مع نجاح الطاوله المستديره بالعاصمه الفرنسيه باريس. وقد خرج المشاركون بتوصيات أهمها البحث عن ذوي الخبرة الحرفية ودعمهم في إنشاء مشاريع صغيرة لتغطية حاجاتهم، إضافة إلى تكثيف التدريب للأخصائيين لتغطية أكثر رقعة من العطالة وإحالتهم إلى أيد عاملة تفيد وتستفيد. بينما كانت المطالب تتركز في دعم الوزارة بالمعدات والخبراء لإعطاء دفعة مساعدة في الوسط الاجتماعي، وقد أكدت المديرة ميمونة جسنباي ممثلة للوزير أدم دنغاي نكورغيت أن الوزارة ستأخذ كل هذه التوصيات بعين الاعتبار، وستحرص الوزارة على تطبيق أكبر جزء ممكن من مخرجات الورشة، معلنة بذلك اختتام أعمال الورشة التدريبية حول تصميم وتوحيد برامج الكفاءة.